بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم كتابا من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي أنزلنا عليهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض، وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وقرأ: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، والقراءة الأخرى: ولقد وصلنا، بالتخفيف والتجديد. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن الكريم، هم به يؤمنون، المقصود بذلك هم مؤمنو أهل الكتاب وأولياؤهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله. وكما أشرنا مرارا، الغالب أن إذا أضاف الله سبحانه وتعالى الإيتاء أو الإيراد إلى نفسه عز وجل، فالغالب أن هذا سياق مدح لإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا بني الفعل للمجهول فإنه غالبا يكون سياق غم. إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وكذلك أورثوا الكتاب، لكن آتيناهم غالبا تكون في سياق المديح. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل القرآن، هم به مؤمنون، يعني لذلك مؤمني أهل الكتاب وأوليائه. وإذا يتلى عليهم، يعني إذا يتلى عليهم القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله، أي من قبل نزوله، أي من قبل نزول القرآن، مسلمين، أي منقادين له لما عندنا من المبشرات به، لأن في كتبهم التي لم تحرف بل والتي حرفت أيضا، يعني بشارات كثيرة سواء في التوراة أو الإنجيل، كلها تبشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو المقصود إنا كنا من قبله مسلمين، أي كنا على دين الإسلام، وهو الإخلاص الإخلاص الوجه لله تعالى بدون شرك. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من النعوت، يؤتون أجرهم مرتين، يعني مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن الكريم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده، أو على أذى من نافذهم. ويدرؤون، أي يدفعون بالحسنة السيئة، أي بالحكمة الطيبة، ما يسوؤهم. ومما رزقناهم ينفقون، أي للبؤساء والفقراء وفي سبيل البر والخير، فرارا عن وصمة السح وتنبها لآفاته. وإذا سمعوا اللغو، أي من الدخان، وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغيره، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء، وتشريفا للسمع عن شق باطلهم. وإذا سمعوا اللغو
أعرضوا عن هذا السأل المؤمن والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم عن أن يهينوها بالمشاركة في هذا اللغو وملابسته. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا، يعني وقالوا لهؤلاء لأصحاب اللغو أو الأدنياء أو أهل الباطل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام عليكم هنا المقصود بها التوزيع والمشاركة، يعني بشرنا كل يمضي إلى سبيله، لا نجتمع نحن وأنتم في مكان ولا على منهج أبدا. سلام عليكم يعني بطريق التوزيع والمشاركة المفصلة. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه كلمة حلم من المؤمنين، سلام عليكم كلمة حلم من المؤمنين. لا نبتغي الجاهلين، لا نريد مخالطتهم وصحبتهم ولا نريد مجازاتهم بالباطل على باطلهم. قال الرازي قال قوم نطق ذلك بالأمر بالقتال وهو بعيد، لأن ترك المتافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. ترك المتافهة ومقابلة السفهاء والذين بمثل لغوهم وسفههم هذا أمر مندوب حتى لو كان القتال واجبا. قال ابن كثير عن سعيد بن جبير إنها أي هذه الآيات نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركبة، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، لا نجاهلكم يعني لا نتافهكم ولا نرد على تفاهتكم بتفاهة مثلها، سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. والقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله تعالى لا ننكر الجاهلين. قال وسألت الزهرية عن هذه الآيات فيمن نزلت، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم تخسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، هنا احتمالان في قوله تعالى من أحببت، إما إنك لا تهدي من أحببت هدايته لأن الهدى بيد الله عز وجل، أو إنك لا تهدي من أحببت لقرابته، إنك لا تهدي من أحببته حبا طبيعيا لقرابته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، ولكن الله يهدي من يشاء أي أن يهديه،
فيدخله في الإسلام بعنايته، وهو أعلم بالمهتدين أي القاطنين للهداية لاطلاعه على استعدادهم وكونهم غير مطبوع على قلوبهم. روى البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبا أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان آخر مقال والعياذ بالله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد أيضا، وهكذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه الإسلام. وهذه السنة إذا حضر الإنسان مشركا أو كافرا يحتضر أن يحضره ويعرض عليه لا إله إلا الله، يعرض عليه، لأنه ربما إذا فات ونطق الشهادتين ربما نفعته، ربما نفعته. فالسنة إذا حضرت مشركا يحتضر أن تحثه على أن يعني يختم حياته بلا إله إلا الله، ولو لم تكن من المحتمل أن تنفعه لما يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب. ويقول القطني: قدمنا مرارا معنى قولهم نزلت الآية في كذا، فانظر المقدمة وغير موضع بعدها. طبعا لا نحتاج لتكرار هذا، فليس يعني يشترط ان قول بعض من قال من السلف نزلت الايه كذا ان تكون بالفعل قد نزلت في نفس هذا الحديث، ولكن يكون معنى قوله نزلت في كذا يعني ان الحكم الذي تضمنته يصدق على كذا وكذا من الوقائع. ثم ذكر تعالى من تعنتهم شبهة استروح بها الحارث ابن عامر بن نوفل فيما رواه النسائي بقوله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن نتبع الهدى معك يعني ونخالف العرب نتخطف من أرضنا يعني من مكة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي ألم نعصمهم من عدوهم ونجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذي تتناجز العرب حوله وهم آمنون، يعني فيما حول الحرم المكي يتقاتل العرب، لكن مكة بالذات ما يحصل فيها ذلك لحرمة البيت الحرام والبلد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يجبى إليه ثمرات كل شيء، من كل آفاق الدنيا تأتيه الثمرات وأنواع المطاعم والمشارب والخيرات، رزقا من لدنا، رزقا من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده. فكما أن النعمة، كما أن الرزق نعمة من الله عز وجل، كذلك الأمن نعمة من الله، فالذي
يملك هذا وذاك والله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن عليهم في قوله الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فالله الذي اطعمهم من جوع وهو الذي امنهم من خوف. فالذي يطعم هو الذي يؤمن، ومن اسمائه المؤمن. اي نعم. فلو علموا ان ذلك رزق من عند الله لعلموا ان الخوف والامن من عنده، ولما خافوا التخطف اذ امنوا به وخلعوا اندابه. وكم اهلكنا من قريه بصرت معيشتها وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. والتخطف هو الانتزاع بسرعه. اولم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكم اهلكنا من قريه بصرت معيشتها اي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها فدمرت. فقوله بصرت معيشتها هي منصوبه باسقاط في بصرت معيشتها منصوبه، لان في التفسير يضاف حرف في بصرت في معيشتها. والبصر هو الطغيان في النعمه. قال عطاء عاشوا في البصر فاكلوا رزق الله وعبدوا الاصنام. هذا هو البصر، اكلوا رزق الله وعبدوا غير الله، كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تجعلون شكر هذه النعم وهذا الرزق انكم تكذبون رسولي اذ ارسلته اليكم. وكم اهلكنا من قريه بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. قوله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا، المقصود بقوله تعالى لم تسكن من بعدهم الا قليلا يعني الا سكونا قليلا. ومعنى سكونا قليلا يعني بالمسافرين و يعني بالمسافر وبالمار بالطريق يوما او ساعه. هذا معنى السكون القليل، يعني يمر بها الناس اوقاتا قصيرة سكونا قليلا كالمسافر أو عابر السبيل أو المار يوما أو ساعة فقط. أما أن تسكن دائما فلا. هذا معنى قوله لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعني إلا سكونا قليلا للمسافر ومار الطريق يوما أو ساعة. وكنا نحن الوارثين منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم. يقول القاسمي وموصوف قليلا المستثنى يعني إن زمان أي إن زمان قليلا إذ لا يذكرها إلا المرة يوما أو بعض يوم. وإما مكان أي إلا مكانا قليلا يصح لسكن البعض واندثر الباقي. أو مصدر أي سكنا قليلا من شؤم معاصيهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى، المقصود القرى الكافر أهلها. وما كان ربك مهلك القرى الكافر أهلها حتى يبعث في أمها، أمها يعني أعظمها. وإنما خص الأعظم ببعثة الرسول لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف، وأشراف القوم ملوكهم، وإنما يسكنون المواضع التي هي أم ما حولها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا أي الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب، وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي بالكفر بالآيات وتكريب الرسل فعلا بالفساد وإباء عن سبيل الصلاح والرشاد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي فهو مما يتمتع ويتزين به أياما قلائل، وهي مدة الحياة المقتضى. وما عند الله خير أي متاعا وزينة في نفسه لخلوه عن شوائب الألم. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يعني هو مما يتمتع به و
يتزين به اياما قلائل فترة الدنيا المنقضية او المتقضية الثانية. وما عند الله خير، يعني انه هو سيلت فيه زينة لخلوه عن فوائد الالم. اما الدنيا فما فيها من نعيم الا هو منغص بالمنغصات. وما عند الله خير وابقى، لانه ابدي لا يزول. افلا تعقلون، افمن وعدناه وعدا حسنا اي بايمانه وعمله الصالح، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. فهذه نزلت في المؤمن والكافر على التعبير، يعني الارجح ان هذين المذكورين في الايه تعم كل مؤمن وتعم كل كافر. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين، اي من الذين احضروا للحساب او للنار او العذاب. وقد غلب لفظ المحضر في القران في المعذب، الغالب ان كلمه المحضر في القران تعني المعذب. نعم. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول اي وجب وثبت مقتضاه وهو لحوق الوعيد بهم والمراد بهم رؤساء الضلال وقادة الكفر والفساد. قال الذين حق عليهم القول مقصود هنا الائمة والزعماء والرؤساء والملوك والقادة، وهؤلاء الذين هم رؤوس الكفر والفساد هم الذين يتكلمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، يعني ربنا هؤلاء الذين اغويناهم، ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده. ربنا هؤلاء الذين أضللنا، هؤلاء الجماهير الذين أضللناهم، يعني فكلمة هؤلاء الإشارة تدل على أنهم يكونون حاضرين معهم، واضح الإشارة إليهم تدل أنهم موجودون وليسوا غائبين أو في مكان آخر. وكذلك أيضا سياق الآية يدل على أن هؤلاء الأتباع أيضا لا يستطيعون إنكار ما أثبته عليهم هؤلاء، لم يستطيعوا إنكار أنهم ضلوا بإضلال هؤلاء. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أي أضللناهم بالوسوسة والتفكير، كما غوينا يعني كما ضللنا باختيارنا وإيثار ما يفنى على ما يبقى. تبرأنا إليك من الكفر والشرك والمعاصي، أو منهم ومما اختاروه، ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. وقيل ادعوا شركاءكم، يعني هيا ادعوا شركاءكم ليدفعوا لكم، فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، أي تمنوا ذلك لينقذوا من العذاب العظيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي الداعين إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم، يعني كأن الأنباء هي المفروض تصل إليهم، لكن وكأن الأنباء عمي، أشخاص عمي لا تفهمون أن يهتدوا إليه. فأصل الكلام في غير القرآن أن يكون إيه؟ فعموا عن الأنباء، لكنه عكس مبالغة، فقال عز وجل فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني أنهم لا يهتدون لهذه الأنباء. نعم. والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني عمي عليهم ما أجابوا به الرسل، أو عميت عليهم الأنباء تعم هذا وغيره من كل ما يمكن الجواب عنه، يعني لا تستطيعون الجواب أي جواب صحيح لأي سؤال يسألون فيه.
فهم لا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو لعلمه بأنه مثله في العجز عن الجواب أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم. ثم إن هذا الوعيد لا يكون للمصر الذي مات مصرا على الكفر وعلى الشرك، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين فعملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهذا كله في حق الذي مات مصرا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني عسى أن يفلح عند الله سبحانه وتعالى. وعسى من الكرام تحقيق، هي المفروض عسى من أفعال الرجاء، لكن حينما تصدر من الكرام والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين فهي على التحقيق. أيوة. فعسى أن يكون من المفلحين. ويجوز أن يراد ترجي السائل وطمعه، فعسى أن يكون المفلحين فتكون الترجي، لكن من الذي يترجى؟ السائل يترجى الفلاح، يترجى أن يكون من المفلحين ويطمع أن يعفو الله عنه، كأنه قال فليطمع أن يفلح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني فليطمع أو فليطمح أن يفلح. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي في ذلك، بل الخيرة له في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. والخيرة من التخير، تبخيرة من التخير، تستعمل بمعنى المصدر وهو التخير ومعنى المتخير، كقولهم محمد خيرة الله من خلقه، يعني المصطفى والمتخير من خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والقصد تقرير انفراده للألوهية وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون من الأصنام والأنداد التي لا تخلق شيئا ولا تختار. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد فصل نافع رائع في الكلام على هذه الآية الكريمة، لكن نضيف الوقت فقط يعني نتجاوزه، وننصح الإخوة بقراءته. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا إنكار لتخيرهم على الله سبحانه وتعالى، هم الذين يزعمون أنهم يختارون لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، فجاء الإنكار. وقال تبارك وتعالى أيضا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره عز وجل، ويعلم وهو أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. وقال تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ثم قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهذا كله يعني إما يصير إلى تخصيص الله سبحانه وتعالى محال اختياره لما خصصها به لعلمه بأنه يصلح لها دون غيرها. فكما أنهم ترجى بخلقهم وربك يخلق ما يشاء
كذلك هو ينفرد بالاختيار والاستفاء وتفضيل بعضهم على بعض. ولا شك يعني ان هذه من حكم الله سبحانه وتعالى ومن اكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. يقول ابن القيم: فخلق الله السماوات السبع فاختار العليا منها فجعلها مستقرا مقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه واسكنها من شاء من خلقه فلها مزيه وفضل على سائر السماوات. ايضا فضل الله سبحانه وتعالى جنه الفردوس على سائر الجنان وخصصها بان جعل عرشه سقفها. ومن هذا ايضا اختياره من الملائكه المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل واسرافيل. كذلك اختياره سبحانه للانبياء من ولد ادم واختيار الرسل منهم واختياره اولي العزم من الرسل واختياره منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم اجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد اسماعيل من اجناس انواع بني ادم فاشرف الاجناس هو جنس العرب الذين هم ولد اسماعيل. واضح اشرف الاجناس جنس العرب. هذا من حيث النظر الى السلاله والاصطفاء والعنصر. واضح. ولكن ليس معنى هذا انه لا نرفع شعارا مثل شعار النازيه وغيرها من هذه يعني المظاهر العنصريه، وانما هذا فقط اخبار عن اختيار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى اصطفى ولد اسماعيل وصرفهم على العالمين. فاذا يعني هذا الاختيار من شأن الله وحده، كما انه يخلق وحده كذلك يصطفى ويختاره وحده. ثم اختار من ولد اسماعيل كنانة ابن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا برأتي أن أشرف البشر عنصرا على الإطلاق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين. الصحابة أشرف أمة وجدت على ظهر الأرض على الإطلاق. أشرف أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أولياء الله على الإطلاق، لأن المرتبة التي تلي الأنبياء مباشرة هي مرتبة الأولياء. فأشرف الأولياء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم بقوله: كنتم يعني أنتم، كنتم على أنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم أشرف الأمم على الإطلاق. ولم يهب الله نبيا أصحابا وأمة أشرف من أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختار الصحابة من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكملها ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة، يعني لا تقطع منه شجرة، ولا ينفر له صيد ولا يؤكل خلا ولا يلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأفضل الشهور شهر رمضان، وعشره الأخير أفضل الليالي، وليلة القدر أفضل من ألف شهر،
ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. فهذا كله من مظاهر ثمرات قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كما أنه ما كان لهم الخلق كذلك ما كان لهم الخيرة. سبحان الله، أي تنزيها لله الذي لا يزاحم اختياره اختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن أي تخفي صدورهم من الكيد والمكر، وما يعلمون أي من الأقوال والأفعال. وهو الله لا إله إلا هو، أي وهو المستحق للألوهية والعبادة وحده. له الحمد في الأولى والآخرة لأنه المولي للنعم كلها في الدارين. وله الحكم أي القضاء النافذ في كل شيء، يقهر كل شيء على مقتضى مشيئته، ويحكم عليه بموجب إرادته. وإليه ترجعون أي بالبعث والجزاء. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أفلا تسمعون هذا الكلام الحق سماع تدبر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أي أفلا تبصرون هذه المنفعة فتقوموا بشكرها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني تسكنوا في الليل ولتستووا من فضله يعني في النهار، ولعلكم تذكرون نعمه الظاهرة والباطنة والجسمانية والروحانية باستعمالها فيما وجب من طاعته، وذلك فيما خلقت له. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيا يشهد عليهم بما كانوا عليه، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا أي لكل أمة من تلك الأمم هاتوا برهانكم، يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا. فعجزوا عن آخرهم، وظهر برهان النبي كما قال الله سبحانه وتعالى: فعلموا أن الحق لله، ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم على ما كنتم عليه من الكفر والشرك، فعلموا أن الحق لله. ولذلك في التفسير يفكر: قلنا هاتوا برهانكم، يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا. فعجزوا عن آخرهم، وظهر برهان النبي كما قال تعالى: فعلموا أن الحق لله، أي في الألوهية لا يشاركه فيها أحد، حق العبادة لله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل والمناهج المختلفة والطرق المتشعبة المتفرقة. ثم قال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى، أي من ساكنتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسى جماعته الذين أرسل إليهم، وهم القبط وطاغيتهم فرعون. إن فرعون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي بالكبر والاستطالة عليهم. لذا غلب أو لما غلب عليه الشرف ومحبة الدنيا لمرور وتعزده برؤية زينة نفسه، وآتيناه من الكنوز أي من الأموال المدخرة ما إلا مفاتحة، أي مفاتيح صناديقه، فأنا حزم الله ما إلا مفاتحة أي مفاتيح صناديقه، أو الإضافة لأدنى ملابسة. وقيل ما إلا مفاتحه يعني خزائنه. لتنو أي تسكن بالعفة، أي الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال أولي القوة. هذه إشارة إلى عظم ثروته، يعني كانت مفاتيح الكنوز يحملها عصبة أولي قوة من البشر أو من البغال.
ومع ذلك تسكن عليهم، فما بالك بالكنوز نفسها؟ إذ قال له قومه لا تفرح، أي بزخارف الدنيا فرحا يذهل عن الشكر فيها والقيام بحقها. إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب هذا الفرح، الفرح بالدنيا لما فيه من إيثارها عن الآخرة والرضا بها عنها والإخلاص إليها. وذلك أصل كل شر ونفعة كل فساد. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أيطلب من الغنى الذي تفضل الله به عليك بعد الفاقة، وابتغ فيما آتاك الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب، وتجعله زادك إلى الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو أن تأخذ منه ما يصلحك ويرفهك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، إن كان في تفسيرين أقوال أخرى في تفسيرها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال بعضهم يعني ما الذي تخرج به من الدنيا؟ وهو القدن والكفن. كفن هذا هو نصيبك من الدنيا، تنس نصيبك من الدنيا. تذكر دائما ما هو نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من هذه الدنيا، ليس سوى هذا الكفن. فمن تذكر نصيبه من الدنيا مهما جمع، هل يوجد احد يدخل معه امواله وسياراته ورياسه ومتاعه من الدنيا وطعامه واثاثه؟ لا، لا تنفع نصيبك من الدنيا. يعني على احد التفسيرات يعني تذكر وادفعه بما سوف تخرج به من الدنيا، هل راح منها بغير ايه؟ بغير القبل والكفن. قول الاخر ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، فهذا هو النصيب. اما بعد ذلك فانه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم و يعني التوسعة له في المباح، بمعنى أنك تتألفه وتسهل عليه الطاعة والانقياد لأمر الله، بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل لا تنسى وصية الدنيا، تمتع بما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينه ليحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتأليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ما يصلحك ويرفهك. وأحسن كما أحسن الله إليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأحسن أي إلى الناس، أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض، أي لهذا المال الذي جعله سببا لإصلاحها. إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بطرق التجارة أو المكاسب، قال إنما أوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين وعظوه بهذه الموعظة، وبالذات قوله وابتغي فيما آتاك الله، والثالثين آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الفعل، هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. والثالثين آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قوله وأحسن كما أحسن الله إليه، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالعلم والإدارة والذكاء وقدرتي وقوتي، قال إنما أوتيته على علم عندي، واضح، أي بطرق التجارة أو المكاسب، هذا بتجارتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. أتى الجواب أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم يعني مما سمع بالتواتر،
أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي كثيرة، بحيث صارت سنة له، من هو أشد منه قوة بالأموال والأتباع وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال ليعتذروا عنها، بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذرا. فهذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استحقوا الهلاك بعد البطر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده، إذا حال أجلهم وأراد الله إهلاكهم فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأله نصف إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال. لأنهم إذا سئلوا هل نتركتم هذه الأشياء ربنا يقول نعم تبنا ورجعنا إلى الله إلى آخره، لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله فلم يسأل المجرمون سؤال اعتذار أو استعتاب، وإنما يأتيهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. فانتبهوا لهذا، هذا هو معنى قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فانتبهوا، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني إذا حق عليهم العذاب والإهلاك لا يتوقف إهلاكهم على سؤال ليعتذروا عن هذه الأعمال، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر. هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وإلا فلا يتهمن أحد أنهم لا يسألون يوم القيامة، لأن هناك نصوص تدل على أنهم سوف يسألون. فهذا المقصود من حين الإهلاك ليعتذروا. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك، لم يعتبر لا بسنة الله التي قد خلت في القرون التي ولدت من قبل، ولم يعتبر بنصيحة قومه إياه. يقول سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج أي قارون على قومه باغيا على قومه في زينته مغترا بالنظر فيها، مغترا بالزينة والمنظر والملابس والجواهر، مغترا بهذه الزينة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا جريا على ثمن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله في الجنة خير مما تتمنونه من رياء الدنيا ومتاعها وزينتها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني مما تتمنونه لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى هذه الكلمة التي فاه بها الذين أوتوا العلم، أو ولا يلقاها أي الجنة أو السيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على الطاعات عن الشهوات وعلى زمام النفس أن تجري في أعقاب المزخرفات. ويلك في الأصل دعاء بالهلاك، ويلكم ثواب الله خير، كلمة ويل أصلا هي دعاء بالهلاك، لكن المراد بها هنا الزجر عن هذا التمني، ويلكم يعني لا تتمنوا هذا. فقصفنا به وبداره الأرض، فقصفنا به وبداره المشتملة على أمواله الأرض، فما كان له من ينصره من دون الله، يعني بدفع العذاب عنه، وما كان من المنتصرين أي بقوة نفسه وماله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس
يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يعني من شقي وسعيد، ويقدر أن يقدر. فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على الشقاوة، وهذا المعنى في غاية الأهمية. فيقولون إيه؟ ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فيبسط الرزق ويقدره، يعني يبسط بالنسبة للشقي أو السعيد، ويقدر أيضا على شقي أو سعيد بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بمعنى أنه لا دلالة على البسط، لا دلالة في البسط على السعادة، بمعنى لا تنظر إلى من بسط الله عليه الدنيا، لأن هذا يساوي أن الله يحبه وأنه راض عنه وأنه على الصراط المستقيم وأنه من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. كلا، حتى الناس يقولوا فلان مبسوط، مبسوط عندهم مش معنى مسرور سعيد، لا مبسوط يعني غني ثري. فالبسط لا يدل على مقامه عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الدنيا لحقارتها على الله عز وجل منعها عن أشرف الخلق إليه وهم الأنبياء والمرسلين. فما يعني كتفكير البسطاء والسذج من عموم الناس الذين يعني ينظرون بإجبار وإجداد لمن بسط له رزقه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والأولاد وكذا وكذا، لا، هذا ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه. كذلك ليس كل من قدر الله عليه الرزق أو ضيق عليه الرزق، فقوله كلا بمعنى ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل أكون قد أهنته، لكن كلاهما في ابتلاء. أبتلي هذا بالنعم لأنظر يشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر يصبر أم يجزع ويتمتع. هذا فحوى قول هؤلاء، من لو كانوا بالأمس أصبح الذين من نوما كأن رضا لما يشاء ويقدر من شقي وسعيد. فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من البسط والقدر بالمشيئة، كرامة توجب البسط فلا لهوان يقتضي القبض. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، من غيم عدد أمنا، يعني أن يطرد الناس سبحانه وتعالى يختار له الخير، دائما فوض الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المال أو الخير في أن يضيق عليك الرزق، لا تدري، ربما ينفق عليك الرزق فيكون ذلك فتنة لك في دينك فترتد عن دين الله عز وجل أو ينقص إيمانك. فادع الله سبحانه وتعالى أن يخيض لك ما يصلحك ما يصلحك. فالإنسان يعني يفوض أمر إلى الله ويدعو الله أن ييسر لك ما يصلحك ما يصلحك، وفي ذلك يلوذ الإنسان بالأدعية النبوية المباركة في مثل هذه يعني الأشياء. فانظر هنا هم يقولون لولا أن من الله علينا، لا تفسير من الله علينا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعواتنا بالأمن ولم يؤتنا متمنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره القاصر، بنظره البشري القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أراه كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيفوض المؤمن الأمر إلى الله يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالآن الإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا العنان كل واحد يحكي حادثة يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد في السيارة المتلقي، فتنازع واستجرى إلى أن حسم الأمر بأن ركب الآخر وأخذ هو في السيارة الأخرى. مكثت وقتا بعد خروج الأولى، ثم إذا بهم في أثناء السير في الطريق الزراعي
وجدوا قد هذه السيارة الأولى التي خرجت أولا وكان هو يقاتل من أجل أن يرسل فيها، وجدوها مهشمة تماما وجميع من فيها قد يعني ماتوا وشرعوا في حادثة بشعة. فنفس الشيء الذي كان يقاتل من أجله منذ ساعات قليلة إلى أنه يحمل الله أن لم يستجله معه. فالواحد منا حينما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا دعا الله بدعوة فإن الله يستجيب، إما أن يعجب هي دعوة الاستجابة إذا استوفى الصدقة، لكن مش شرط أن يكون الخير في أن يعجب لك هذا الشيء الآن. كن حكيما ودع لها يكثر لك. واضح؟ فربما هناك شر لك لو استجيبت لك في الحل، لكن أحيانا يستجيب الله في الحل وأحيانا يدفع بها عن إنسان بلاء كان تنصيبه لولاها أو تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل أحوال بلا شك. فإذا الإنسان يعز عن مثل هذا ويطمئن إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، لا يختار لنفسه لأنه اختار بعقله القاصر، لكن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاة الاستخارة لاستطلاع علم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليه، ما هي منة الله عليه؟ أنه لم يستجب دعاءه ولم يعطهم متمناهم الذي تمنوه بالأمن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متمنانا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون. وكأنه لا يفلح الكافرون، يعني الكافرون لنعمة الله في صرفها في غير سبيلها أو المكذبين برسله اغترارا بمصارفهم. وفي ويكأن مذاهب، الأول أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب، أي أنا أعجب، والكافر التعليل أي أعجب لأن الله يقصد الرزق إلى آخره. وقياس هذا القول أن يقف على وي وحدها، يعني يكون في قراءة وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه قراءة الكتاب. أو أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه، والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يبسط، أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. ففيها أقوال أخرى لكن القاسمية رحمه الله تعالى يقول وعندي أنها مركبة من وي للتعجب وكأن الذي للتحقيق، وهو أحد معانيها المعروفة. والبسط على وي، وي كأن الله يبسط، كأن للتحقيق مثل التجديد، كأن وهي أحد استعمالات كأن. والوقف على وي، ولا يشكل على ذلك كتابتها في المصاحف متصلة، لأن وي كأن كلمة واحدة، لأن الكتابة كما قال ابن كثير أمر وضعي اصطلاحي والمرجع إلى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على أن وي كلمة تعجب يقال ويك وولي إزاي، وتدخل على كأن المخففة والمشددة. ومن شواهد الأولى قول الشاعر سالتان الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئت مالي بنكري، ويكأن من لم يكن له نسب يحسب ومن يفتقر يعيش عيش ضري. وقال ابن كثير وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها فرحة، يعني هذا الموطن كالعادة مش هذه الأشياء توجد فيه أخبار إسرائيلية كثيرة. يقول ابن كثير أضربنا عنها فرحا، يقول القاسمي ونحن تأتينا به بل فقناه في الإضراب عن كثير من مرويه الموقوف والضعيف الذي سولت به الصحف. ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون من حال خلص عباده بقوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك الدار دلالة على بعد منزلتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
علوا في الأرض، أي غلبة وتسلطا بسوء وتكبر، ولا فسادا أي بظلم وعدوان وصد عن سبيل الله تعالى. والعاقبة للمتقين أي النهاية الحميدة للمتقين، أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما. وهذه من أسرار القرآن، الإنسان ربما يقرأ آية كثيرة لكن لا يتأمل هذا التأمل. فتلك الدار الآخرة لم يقل إيه؟ نجعلها الذين لم يقل للذين لا يعنون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال للذين لا يريدون، مجرد الإرادة غير موجودة عندهم، يتنزهون عن إرادة العلو والفساد في الأرض، هذا أبلغ. ولا شك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، فضلا عن إيه؟ عن أن يفعلوا ذلك بالفعل، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، مجرد الميل. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. فالنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فإن لو فعلت ذلك ستعيش في عذاب دائم ولن تسمع من يمنع عيل ابن آدم إلا التراب. لكن الصحيح أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين، إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا سترى ثوبا أحسن من ثوب، ودابة أحسن من دابة، ومسكنا أحسن من مسكن، وستعيش في عذاب دائم. وربما أخرجك ذلك إلى التخاذل الذي هو نقيض الإيمان. ولكن الإنسان يعني ينظر إلى من هو يسوقه في الإيه؟ في الدين، من هو أعلى منه في الدين ليتأتى به وينافسه على الآخرة، لأن هذا الحسد مشروع. ليس الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، وإنما الحسد بمعنى الغبطة وحب أن يؤتيك الله ما آتاه، سواء من حفظ القرآن أو العبادة أو الإنفاق في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور الشريفة. ففي ذلك فليتنافى في المتنافسون. وقال النبي وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافى في المتنافسون. لكن مع أن في حق الحديث إيه؟ ولا تنافسوا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا. وأما في الآخرة أمر الله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا حث على التنافس في أمور الآخرة، لأنه مفيش تحاسب في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة جنة واسعة حتتسع كل الخلق، بل حتى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى في الجنة أماكن سابرة، فيخلق الله خلقا خصيصا ليسكنهم هذه الأماكن في الجنة. فإذا علامة تحاسب الناس يتحاسبون على الدنيا لأنها ضيقة، أو هكذا يرونها ضيقة، ولذلك يتنافسون فيها. أما الآخرة فهم في ذلك القضاء بس تروح. أن مقصري موعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما، كما قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. يعني كأنه يريد أن يعلو على أخيه بنعل أحسن من نعله فيدخل تحت هذه الآية. فالله سبحانه يعني كان هذا في شراك النعل، فكيف بما يتفتل فيه الناس الآن من الدنيا حتى يصل الأمر إلى قطيعة الرحم وأخوك الوالدين ومجافاة الإخوان وغير ذلك من التنافس على أعراض الدنيا. وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأماني فهنا. يعني ما زلنا نتمنى، لكن لما تلونا هذه الآية توقفنا عن الأماني وذهبت الأماني فهنا، فلم نعد نصنع في أن نتميز بشيء من الدنيا على الآخرين. ذهبت الأماني هنا، يعني حتى إذا ما وصلنا هذه الآية توقفنا عن الأماني خشية أن ندخل في الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا.
وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرددها حتى قدم، كان يرددها حتى قدم في لحظات الأخيرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن من الناس من يريد علوا ولا يريد فسادا، في ناس قتلهم حب التسلط وحب السلطة وحب الرئاسة وحب الزعامة وكذا ولا يريدون فسادا، وهذا كثير في أهل الدين، حب العلو وحب الرئاسة. ومن الناس من هو زاهد في الرئاسة لكنه راغب ومحب للفساد، ومن الناس من يريد العلو والفساد معا، يريد منصبا معينا أو موقعا معينا لأنه يزدع نهمه في العلو وحب الرئاسة وفي نفس الوقت حريص على الإفساد في الأرض وفضل الناس عن دين الله. وأفضلهم من لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ونكرر أيضا نفس النظر إلى لا يريدون بمجرد الإرادة فقط فضلا عن العلو نفسه بالوقت الواقع. ومن الطماع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون متعلقا بقوله إن فرعون علا في الأرض وقوله ولا تبغي الفساد في الأرض، ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. بمعنى بعض الناس طماعين، طماعين في الدنيا، عايزين يعني ياخذوا حقهم في الأماني والتطلع إلى الزينة وأعراض الدنيا، فيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، يعني لا يفعلون مثل ما فعل فرعون، لأن فرعون قال إيه؟ فالله فيه إلا فرعون على في الأرض ولا فسادا مثل قارون الذي كان له ولا تبغي الفساد في الأرض. فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. الجواب عليه إيه؟ من نفس الآية والعاقبة للمتقين. لا، الصحيح هو العموم والعاقبة للمتقين، فينبغي ان يتدبر قوله تعالى والعاقبة للمتقين كما تدبره علي والكريل وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. معناه فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، فوضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهذيب حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة لم يقل إيه فيجزون ما كانوا يعملون، إنما قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني لتهذيب حالهم بتكرار إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي مثله، وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع. وتأملوا رحمة الله سبحانه وتعالى، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حتى في المعنى الذي ذكرناه آنفا أن الجنة بعدما يدخلها أهلها سوف يبقى فيها أماكن جنات خاوية، فيخلق الله لها خلقا يمثلهم فيها، لكن النار لا يحدث ذلك، لأن الله لا يمكن أن يعني يعذب العباد إلا على ما كانوا يعملون من السيئات، لكن لا يعذب أحدا على ما لم يعمل، فذلك لا يخلق في النار خلقا أو يعذبهم في النار. واضح؟ كذلك قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي بعض الآيات وفيه عشر أمثالها، وقد يضاعفها الى 700 ضعف الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الحسنة. اما في جانب السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون فقط، لا يمكن ان يضاعف لهم السيئات، لكن الله يضاعف الحسنات وينميها ولا يضاعف السيئات ابدا، بل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن ترك عمل
الصرف علم واضح. نعم. ثم إن هناك من المكسرات لا يعني يحدث تلك السيئات ويذهبها. المكسرات أعمال التي تكسر المعاصي عن الإنسان كثيرة جدا. واضح. فالحسنة بعد أن تلاه الإنسان مبدأ إلى ما شاء الله فالسيئات مثلها إلا أن يعفو الله عنها. ليس هذا الحد بل ربما بلغ صدق التوبة حدا جعل الحسنات تثبت ذل السيئات للسيئات تنقلب إلى حسنات. ولذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله من صدق توبة سيئاتهم حسنات. نعم. فهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع ألا يجزي بالسيئات إلا مثلها. تخيل واحد يعني الحسنة بعشر أمثالها سبع مرات ضعف والسيئة بمثلها وقد يعفو الله عنها ومع ذلك هلك. هلك لما أذلت والمعناها معناها أن من الأحد غلبت الإيه؟ المئات والعشرات. معناها أن الأحد فات كثيرة جدا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته على الناس وتبلغه إليهم وخضعهم به لرادك إلى معاد أي لرادك بعد الموت إلى معاد أي إلى مرجع عظيم وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. فتنوين معاد هنا للتعظيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني معاد إيه؟ عظيم موقف عظيم وهو المقام المحمود الذي يربطه عليه الأولون والآخرون. فرده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وكثير المعاد هو يوم القيامة يسأله عما استرعاه من أعباء النبوة كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات لرادك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة أخرجت عنه من طرق كما أسنده ابن كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير وابن عباس رضي الله عنهما قال لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة بعد أن أخرجت منها. وعن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فنزلت الآية. قال ابن كثير وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. ثم قال ووجه الجسارة جلد إلى مكمعات يعني هو عند الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتيأل لقاء ربك فقد خرب أجله. وذلك بقول إيه فسبح بحمد ربك واستغفر ثوابه. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى لرادك إلى معاد أي للموت. هذا في التعارض يعني التفسير أن لا ردك إلى معاد إلى مكة بالفتح ما يتعارض مع التفسير بأن إيه لا ردك إلى معاد يعني إلى الموت. لماذا؟ لأن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله ففتح مكة كان مقدمة بين إيه يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فكرها بيوم القيامة ويوم القيامة إنما يكون بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجنواء لله على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولذلك واحد كثير من المعتمرين والحاجين اتبعوا هذا في طواف الوداع يقالون بعض البدع كأن يخرج إلى الكعبة يعني ينصرف عن الكعبة بوجهه لا يولي الكعبة ظهرا كأنه يرى ذلك يعني أدب من الكعبة من أين أتوا بهذا هذه من البدع. فيظل يمشي طول المسافة والآن بقى بعد توسعة الحرم يمشي مسافة بعيدة جدا تشوفه فين في الآخر خالص وهو برضه ماشي بدري يرجع براهم. طبعا ممكن يقع ممكن يخبط
وليس هذا من السنة، هذا من التعمد. واضح. وما أثر هذا عن السنة. وأيضا يرددون هذه الآية تفاؤلا بأن يعيدهم الله إلى مكة مرة يعني ثانية، وليس في هذا أصل يعني من الأحاديث. قل ربي أعلم من الهدى، يعني نفسه الكريمة، أي بما يستحقه من المثوبة. قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو في ضلال مبين، يعني المشركين، أي بما يستحقه. والجملة تقرير للوعيد السابق. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب، ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رحمة من ربك، ولكن والمعنى أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم لكن نابذهم وقائدهم. وحكى الكرماني في الغرائب أن معناه فلا تكوننتم بين ظهرانيهم، وإن هذا أمر بالهجرة. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني كأن هذا أمر بالهجرة، وأن يبقى بين ظهراني الكافرين. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار دينه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني لا يصدنك عن تبليغ آيات الله بعد إنزالها والأمر بالصبر بها لضيق صدرك من مكرهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك فإن الله معك ومعلن كلمتك ومؤيد دينك. ولذا قال وادع إلى ربك، أي إلى عبادته وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه. فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم قال إن ذلك مبغوض لي، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر. فلا تكن ممن يفعل هذا، أو أن المراد له أمته، وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو. لابد أن نفهم كلمة واحدة عن هذا المثال، لا إله حق إلا الله عز وجل، مش لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الآلهة الموجودة، لأن كلمة إله تطلق على إله الحق وعلى الإله الباطل، تطلق على إله معبود، فهناك ما يعبد بحق وما يعبد باطل. فالشيطان إله يعبده بعض الناس، والهوى إله، أفرأيت من اتخذ إله هواه. هذا الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان. فكلمة إله تطلق على الإله بحق وعلى الآلهة الباطلة أيضا، فتعيس عبد الدينار المال إله وهكذا، والأصنام آلهة، لكن الإله حق هو الله سبحانه وتعالى. فليست كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله يستحق أن يعبد وحده بلا شريك إلا الله عز وجل. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا إياه. والوجه معبر به عن الذات، عن الذات، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ويبقى ربك سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. وفي قوله تعالى هالك الوجود حمله على المستقبل، يعني سوف يهلك فيما يأتي، أو هو عرضة للهلاك والعدم، أو هالك في حد ذاته لأن وجوده ليس ذاتيا بل لاستناده إلى واجب الوجود، فهو بالقوة وبالذات معدوم حالا. والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي،
لأن وجود غيره كلا وجود، إذ هو في كل آن حاضر من العدم. وعن مجاهد والثوري: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما أريد به وجهه عز وجل. حكاه البخاري في صحيحه. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، فإليه الوجه والعمل. قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. انتهى كلام ابن كثير، وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظم وماء الفصاحة، لا سيما وآية التنزيل يفكر بعضها بعضا. والآية الثانية التي ذكرناها بمعنى هذه وتلك لا تحتمل ذلك المعنى، فكذا هذه، يعني أن أفضل ما تفكر بها الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. فذلك بضوء قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيبعد أن يكون كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه، لكن الأقرب تفسيرها بآية سورة الرحمن: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم أي القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص، ونشرح إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة العنكبوت. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.